لو انت معاك فيزا يبقى الفيديو ده مهم ليك، علشان انا هحكي لك على مشكلة حصلت لي بس انا اخدت بالي منها، لكن ممكن يكون غيري ما اخدش باله من حركة زي دي. ساعات ممكن يوصل لك رسالة على التليفون مكتوب فيها مبروك، انت كسبت معانا 3000 جنيه هدية او مكافأة او غيره من الرسائل. حتى كمان رسالة تلاقي مكتوب فيها انك المفروض تحدث بيانات حسابك البنكي لان حسابك على وشك انه يتقفل. واللي كنت مستغرب له إن أنا لقيت الرسالة مكتوبة برقم عادي جدا، ولما جيت أتصل بصاحب الرسالة دي قال لي بكل ثقة كده: أهلا وسهلا يا فندم، إحنا تبع البنك المركزي لجميع البنوك، محتاجين نفعل حسابك علشان على وشك إنه يتقفل. وكان فعلا واثق في نفسه بدرجة كبيرة جدا، وسألني هل هو حسابك موقوف نهائيا ولا مؤقتا، وكان ردي إن أمشي معاه في الكلام كده وهشوف هيوصل لفين. بدأ يطلب مني الـ16 رقم اللي موجودين على الكارت. أنا بصراحة قلت له أي رقم، فطلب مني تاريخ انتهاء صلاحية الكارت، وهنا طبعا تبقى المشكلة. قلت له: على فكرة أنت كذاب ومش تبع البنك المركزي ولا أنت ليك علاقة بالبنوك، وأنت شخص نصاب وبتنصب على الناس عشان تسرق حساباتهم. وطبعا كان الرد بألفاظ مش كويسة وقفل السكة. أنا كنت مسجل المكالمة دي، وحرفيا أنا لو كنت مش فاهم أي حاجة الفلوس فعلا كانت اتسحبت له هو. وأنا جاي هنا أحذرك وأقولك لو أي حد طلب منك رقم الكارت أوعى تعرفه لأي حد، حتى خدمة العملاء نفسهم المفروض ما يعرفوش أي حاجة عن أرقام الكارت. الكارت زي ما أنت حضرتك معاك مكتوب فيه 16 رقم من قدام وتحت تاريخ الصلاحية، ورا الكارت لو جيت تلف الكارت كده هتلاقي فيه حاجة اسمها CVV أو رمز الأمان، وده الباسورد التاني للفيزا. علشان كده خلي بالك لما أي حد يجي يطلب منك أي معلومات عن الفيزا بتاعتك أوعى ترفعها لأي حد إلا لما تكون متأكد إن الرقم ده من خدمة العملاء أو من البنك نفسه. الموضوع ده حصل بجد معايا يمكن النهاردة في التاريخ اللي رفعت فيه الفيديو ده، وتابع معايا كده وإن شاء الله هقولك الفيديو اللي جاي. لو أنت عندك حسابات جيميل على جهازك الأندرويد سواء نوع شاومي أو سامسونج أو أوبو، لو كان كمان في صور وموجود على التليفون بتاعك أو أي تطبيقات خاصة بالحسابات البنكية، إزاي تتأكد إنك مش معرض للسرقة أو الابتزاز. والسلام عليكم.